بهذه الطرق البدائية يجلب أهالي منطقة الرباه العليا بمديرية ميفعة جنوب شرق محافظة شبوة مياه شربهم، حيث يتطلب الحصول عليها رحلة كفاح شاقة ومجهدة وقطع 10 كيلومترات ذهابا ومثلها في الإياب. هذه المعاناة لم تكن حديثة، وإنما بعمر هذا الشاب العشريني الذي يقف شاهدا عليها منذ البداية. لنا أكثر من 20 سنة وحنرجل الماء على الحمير من مسافات بعيدة. مشروع الإمداد المائي المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبإشراف من ائتلاف الخير حضرموت وتنفيذ شبكة النماء اليمنية بشبوة أتى لإنقاذ هذا الوضع المأساوي من خلال مد أنابيب المياه من أقرب بئر ماء إلى قلب هذه القرية النائية. هذا المشروع الذي تم تنفيذه بعد أن قمنا بنزول ميداني ومسح للمنطقة، فوجدنا أن حاجة المنطقة شديدة لهذا المشروع، لذلك فقد تم تنفيذ هذا المشروع والذي سيغذي أكثر من 30 أسرة بمتوسط 160 نسمة يوميا ستستفيد من هذا المشروع. وصلت تكلفة هذا المشروع إلى ما يقارب 1 مليون ريال. يعد هذا المشروع من أكبر المشاريع الإنسانية في محافظة شبوة، كونه مشروع مستدام ما دامت الآبار تضخ المياه، ويستفيد منه يوميا 160 نسمة. نشكر مركز الملك سلمان على هذا المشروع الذي كنا نحلم به منذ زمن طويل. منذ عام 1995 كنا نرجل الماء على الحمير. نشكر الملك سلمان ونشكر على ما قدموه لنا، ونشكر على الأخوة الذين ساهموا في إنجاز هذا المشروع. بعد ما كنا نعاني من فترة مما يقارب 20 سنة، سيبقى هذا العمل الإنساني بصمات مشرقة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ولينساه هؤلاء الذين رسمت على وجوههم البسمة وانزاح عنهم هم من استمر معهم 20 عاما. حيثما وليت وجهك في محافظة شبوة تجد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سباقا لإغاثة المواطنين وتقديم الدعم لهم. وما هذا المشروع إلا خير شاهدا على ذلك. حسن البوريكي لقناة سهيل من محافظة شبوة.